صباح النور من جديد مشاهدينا. صباح النور امين. اهلا وسهلا. منور اليوم. انت اللي منوره اكيد. لانه انا اللي عم بعكس الادوار. انطلقت امين النسخه الرابعه لمهرجان قلنديا الدولي مع بدايه الشهر الحالي، والنقاش هذا العام يدور حول مفهوم التضامن من خلال فعاليات ثقافيه وفنيه ومعارض وعروض افلام وورش عمل وجولات ميدانيه وغيرها. العديد والعديد. معرض دين الذي ينظمه مركز خليل السكاكيل الثقافي هو احدى هذه النشاطات المشاركه في المهرجان، والتي سنسلط الضوء عليها مع الفنان الفلسطيني ومدير مركز خليل السكاكين الثقافي يزن خليلي مباشرة من رام الله. صباح النور يزن. صباح النور. صباح النور، كيف الحال في بيروت؟ الحمد لله. المكان في بيروت لباس ومشتاقون وان شاء الله ديما لباس. المهم مشتاقين الى رام الله والى اهل فلسطين كلهم. يزن، لو كان نحكيه اكثر على قريبا ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله. لو كان نحكيه اكثر على المعرض وكيف يخدم المعرض هذا فكره التضامن مع فلسطين، ولماذا تحديدا اسم دين؟ اسم دين يعني من دت، من الديون. المعرض في مركز خليل السكينة زي ما انت قلت هو جزء من قلنديا الدولي، وقلنديا الدولي هو بالأساس مجموعة مؤسسات ثقافية وفنية فلسطينية بتشتغل مع بعض لأجل إنجاز هذا المحفل الثقافي. وهي السنة تم يعني اختيار ثيمة التضامن كأساس للعمل، ولأساس كأساس للأفكار اللي بدنا نطرحها من خلال هذا هاي المحفل هاي السنة. ومركز خليل السكاكين اختار ثيمة الدين أو دين كأساس للتعامل مع مفهوم التضامن، خاصة احنا عم نحاول نطلع على التضامن في زمن الدين. يعني بطل الواحد فيه يحكي عن التضامن كيف كان يحكي عنه في سنوات السبعينات والستينات في زمن الايديولوجيا يعني. وهلا صار بدنا نحكي عنه في زمن الرأسمال. فاحنا اخذنا ثيمة، يعني تناولنا ثيمة التضامن من خلال بحثنا بعلاقات الاقتصادية والاجتماعية اللي انبنت والسياسية طبعا في زمن ديون وزمن الدين بشكل أساسي. نعم. طيب يعني يزن، بدك تخبرني أنه كيف بيخدم المعرض تعزيز وتطوير البنية التحتية الداعمة للحركة الفنية والثقافية بفلسطين؟ احنا بمركز خليل السكاكيني قسمنا معرضنا لجزئين. في المعرض اللي موجود هلا في يعني موجود في بنيه في مبنى مركز خليل السكاكيني، والجزء الاول يعني الجزء الثاني هو المعرض. الجزء الاول كان هو سلسله لقاءات واجتماعات مع القطاع الثقافي الفلسطيني او القطاع اللي بيعتاش من الثقافه في فلسطين، من فنانين، من مدراء مؤسسات، من منسقي برامج، محامين، مصممين، مركبي معارض الى اخره، طلاب فنون. اجتمعنا عملنا سلسله لقاءات، لهلا عملنا 6 لقاءات، وكل لقاء كان بيسال سؤال هو كيف نعمل سويه. هذا السؤال احنا من خلاله كنا عم نبحث بمفهوم التضامن، مش بس بمفهوم الرومانسي اي تضامن العالم مع فلسطين او فلسطين مع القضايا السياسيه في العالم، ولكن اكثر كنا عم نتطلع على كيف بدي اقولها، التضامن من خلال الممارسه الفنيه نفسها داخل القطاع الثقافي. هل نحن كقطاع ثقافي بنشتغل مع بعض ضمن هاي المفاهيم السياسية أو ضمن المفاهيم الاجتماعية أو هاي العلاقات الاقتصادية كيف عم تتحول لبنية بتشكل القطاع الثقافي وبتضبط عمله وإيقاعه؟ فالمركز يعني من خلال هاي اللقاءات عم بحاول يشتغل على مثلا سؤال التأمين الصحي، سؤال الدعم القانوني للقطاع الثقافي وخاصة للفنانين البصريين، وهي الأسئلة اللي طلعت نتيجة
نتيجة هاي الاجتماعات ونتيجة هاي اللقاءات مع القطاع الثقافي الفلسطيني. نعم. حلو. يعني انه الفكره انه تجتمعوا كلكم وتحاولوا انه تلقوا حلول لكل الناس اللي هي تنجم تقول مشاركه في هالقطاع هذايا باختلاف اكيد المهن نتاعهم. ولكن بالاخر لو نحكيه معناها بالختام هل سيتم تقديم حاجه معينه فيها اقتراحات كامله على الشيء اللي توصلوا له في لقاءاتكم، او انه معناها فقط هي فكره وضح لنا اكثر معناها يزن؟ نعم. احنا بين شغلتين. بين اول شيء احنا احنا ما بحثنا عن لحظه اتفاق مطلق بين القطاع الثقافي متنوع، القطاع الثقافي فيه عده اراء وعده اتجاهات، وهي الاتجاهات والاراء مهمه، تنوعها مهم وخلافها واختلافها مهم. فاحنا مش عم نبحث عن لحظه اتفاق مطلق، ولكن من احد النتائج اللي وصلنا لها ضروره مثلا وجود تامين صحي للقطاع، للعاملين في القطاع الثقافي الغير منضمين للمؤسسات. يعني الفنانين المستقلين او اللي بيشتغلوا لحالهم، هدول لا يشملهم التامين الصحي مثلا. فكيف بدك تشتغل على تامين صحي يجمع الفريلانسرز او بيشتغلوا بالقطاع الثقافي بشكل مستقل؟ موضوع مثلا أسئلة كثير اجت على سؤال القانون او الممارسة القانونية في ضمن القطاع الثقافي، علاقات العقود، كيف تتشكل العقود، العلاقة ما بين المؤسسة والفنان، بين الفنان واللي بيشتغل معاه، الجوانب القانونية منجز للعمل. الجوانب القانونية هي يعني مش بس بفلسطين ولكن في الوطن العربي وحتى بالعالم هي لسه بحتاج إلى تنظيم، ونحتاج إلى لأنه القطاع الثقافي يحط آراءه ويحط كمان تجربته الخاصة فيه ضمن الممارسة القانونية. نعم. طيب يعني يزن، من الملفات مشاركة فنانين أجانب معكم بمركز خليل السكاكيني الثقافي، خبرني عن يعني الفنانين، كيف تراوحت مشاركاتهم وما هي أبرز الأعمال المطروحة؟ وإذا فيك كمان يعني تربط لي هالموضوع اللي كنت عم تحكي فيه أساسا من الشق القانوني بتنظيم العقود التي لها علاقة بالمثقفين والفنانين، بموضوع أيضا التجارب الأجنبية، وأنه أنتوا أيضا عم تقوموا بالاطلاع على يعني تجارب ربما الغرب الأجنبية، وأيضا استقدام فنانين من الخارج. احنا المعرض كان فيه 15 عمل فني من 15 فنان وفنانة. المشاركة تتراوح ما بين فنانين فلسطينيين، فنانين فلسطينيين مقيمين في فلسطين، فلسطينيين مقيمين خارج فلسطين، فنانين عرب وفنانين غير عرب او اجانب. فانا مش عارف قديش كل يعني عدد كل مجموعه، ولكن ما نظرنا خلال عملنا على اصل او الخلفيه الفنان قد ما طلعنا على العمل الفني. الاعمال الفنيه كلياتها هي بتتناول مواضيع تتعلق بالسؤال الاساسي اللي عم نشتغل عليه، اللي هو كيف نعمل سوية، أو كيف الممارسة الفنية تتعامل مع البنية الاقتصادية الرأسمالية اللي هلأ عم منواجهها كلنا ضمن القطاع الثقافي. يعني تدخل رأس المال، تدخل دخول سوق الفن، تأثير سوق الفن على مفهوم التضامن واستغلاله لإله في كتير حالات لخلق نوع من التسليع لموضوع التضامن بحيث رفع سعره إلى آخره. هاي الأسئلة اللي إحنا عم نسألها كانت الفنانين عم بيسألوها في أعمالهم الفنية، اللي هي معظمها أعمال فنية منجزة سابقا إحنا استخدمناها لفلسطين، طلعنا على تجربتها، وفي أعمال فنية أنجزت خصيصا لهذا المعرض. كان التحدي الكبير تبعنا كيف نجيب أعمال فنية ضخمة جدا مكلفة جدا إلى فلسطين. وتعاملنا هون مع الفنانين بأنه أعدنا بالعمل معهم إنتاج أعمالهم بحيث تتحول لأعمال
أسهل أنه نجيبها على فلسطين أو أسهل لميزانيتنا المحدودة إحنا في المركز. يعني مثلا أعمال زي عمل وليد رعد الفنان اللبناني المشهور والمهم اللي هو عبارة عن بالأصل لما انعرض في 9 غرف في متحف الفن المعاصر في نيويورك، ولكن احنا يعني بالتعاون معاه وبالشغل معاه حولنا جزء من العمل لبوستر، وهذا البوستر قدرنا نطبعه بفلسطين ونعرضه للجمهور هون. نعم. هذا التحدي دائما اللي احنا بنخوضه في فلسطين كيف بدنا نتعامل مع محدودية الإمكانيات اللي عندنا، إشكاليات الحدود، إشكاليات الاحتلال، إشكاليات عدم قدرتنا على استخدام أعمال فنية مهمة ومهمة إطلاع الجمهور الفلسطيني عليها. فكان جزء كبير من العمل هو كيف نحول هاي الأعمال الكبيرة أو الضخمة لأعمال أصغر ويمكن تعبر عتبة وصولها لفلسطين. صحيح. وحتى انه يمكن تكلفتها اقل اقل نظرا للمشكله الكبيره، يعني حتى التكلفه انه تكون اقل لانه يعني هو ببادجت كبير برشا هالاعمال هذيا. نحن يزن خليلي نشكرك برشا، مع الاسف انتهى وقتنا، ولكن نحن نتمنى لكم كل التوفيق لانه فكره كما هكا صراحه لاغ انديبوندون والفن المستقل يعاني في زمن الراسماليه، فكل التوفيق لكم ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم وشكرا للاستضافة.